ولدوا بشهر 8 زي ما حكيت، بس كانوا أطفال خداج على 31 أسبوع. الأطفال هدول انولدوا بوزن صغير بحدود 1200 جرام، 1400، وأكبر واحدة فيهم كانت 1800 جرام. احتاجوا عنا يقعدوا تقريبا شهرين في القسم، أو شهر ونص شهرين. بعدين احنا كنا جاهزين ان نروحهم من المستشفى تقريبا قبل عيد الأعياد اليهودية، عيد اللي بيسموه عيد العرش، عشان إجراءات اللي مسكر فيها التنسيق. فقعدوا ما قدرناش نسوي لهم تنسيق انه يروحوا على غزة ونجيب الأم عشان تروحهم. فالأم تأخر التصريح تبعها، صارت الحرب وانحشروا عندنا في مستشفى المقاصد. بقيوا كليتهم وصاروا في تقريبا عمرهم سنة. الشيء هذا احنا بنتواصل مع الأهل من وقت ما صارت الحرب عن طريق الواتساب والاتصالات، ما دامت الاتصالات عندهم ممكنة، يعني النت موجود وهيك. واحنا حابين انه تيجي الام نجيبها، بس المشكله عندنا وضع غزه ووضع الاحتلال، صعب انه نقدر تيجي الام. حلو في الموضوع انه هذول الاطفال صحيح انهم كانوا اطفال في حمل خطر وعليهم خطر مضاعفات كثيره، لكن الحمد لله كلهم طلعوا بتطور كويس، تطور عقلي كويس، طلعوا كليتهم تنفسهم كان كويس، مشاكلهم كانت كويسه. قمنا باعطائهم التطعيمات ومن متابعتهم من ناحيه طبيه خلال الفتره هاي. احنا مبسوطين بتقدمهم. الشيء اللي احنا اللي بخلينا نزعل في الموضوع اللي هو انه هدول ابعاد عن الام، يعني ما في تواصل جسدي بينهم بين الام. صوت أنس.